وفرت الدوله حلوى المولد النبوي بالمجمعات الاستهلاكيه والمنافذ التابعه لها بجوده عاليه وباسعار مخفضه تختلف عن الموجوده بالسوق كما عملت الدوله ايضا على توفير مختلف السلع الغذائيه بالمجمعات الاستهلاكيه باسعار تنافسيه مثل الزيوت والسكر واللحوم وذلك وسط اقبال كبير من المواطنين بجوده عاليه وباسعار مخفضه وفرت الدوله حلاوه المولد بالمجمعات الاستهلاكيه والمنافذ التابعه لها باسعار تنافسيه تختلف عن السعر الموجود بالاسواق ففي مجمع الألفي بمنطقة وسط البلد بالقاهرة وصلت التخفيضات إلى أكثر من 25% عن الأسعار المتداولة بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف استعدنا جيدا من أكثر من حوالي شهر لتوفير كافة أنواع السلع وخاصة حلوى المولد بتنوعها واختلافها وأسعارها الـ الـ وجودتها العالية جدا الشركة العامة وفروعها كلها متوفر فيها جميع أنواع السلع الغذائية وباسعار تقل عن اسعار السوق بنسبة كبيرة من 20 ل 25% كما عملت الدولة على توفير مختلف السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية مثل الزيوت والأرز والسكر بالإضافة إلى اللحوم التي لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين حيث توافرت اللحوم السوداني والبرازيلي بتخفيضات كبيرة عن مثيلاتها بالخارج وبجودة مرتفعة عندنا لحم سوداني ب 115 جنيه طبعا زي ما حضرتك شايف كده الاجبال هنا كل يوم مثلا عجلين ونص تلاته ثلاثة ونص يوميا وعندنا الناحيه الثانيه في السوبر ماركت جوه لحمه برازيلي ب 79 جنيه طبعا على اعلى جوده. المجمع كويس وكل حاجه موجوده فيه وقالوا كذا سنه واحنا موجودين في المنطقه وهو كويس يعني المجمع كل حاجه فيه. حلويات حلوه ورخيصه عن بره. بره بت في بقى ب 90 وانت طالع هنا ب 60 حلوه رخيصه يعني المجمعات الاستهلاكيه تقدم للمستهلكين عشرات السلع الغذائيه وغير الغذائيه من الارز والسكر والزيت واللحوم ويمكن للمواطن من خلالها شراء السلع الاستهلاكيه ولا يشترط حمله بطاقه تموينيه للاستفاده من انخفاض اسعارها مقارنه بالسوق المحلي. احمد الحسيني التلفزيون المصري